بسم الله الرحمن الرحيم. أنا إيه أنصاري. اسمعوا هذا المقطع للشيخ حسن المالكي وبعدها سعوا لقول بياني. قال الشيخ: نحن نشغل في علم الحديث أو السايس أو اختلاف الدينية، ولكن أين الوقت لقراءة القرآن؟ مسألة ويعني على أصحاب الوالد الذين يقرؤون في كتاب بعض المنتديات، يجب أن نخصص من وقتنا كلنا وقتا للقرآن الكريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة له شكوى واحدة، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ولا بد هذه الشكوى أن تكون صحيحة حتى نخرج أنفسنا من هجر القرآن. يا أخوان، لا بد ولو فترة، يعني ولو ما تأملت إلا آية في الشهر، ولو صورة صغيرة. نحن أشغلتنا أحياناً علم الحديث والعلل وأصول الفقه ونزول أسباب النزول والسجالات الموجودة. طيب، والقرآن الكريم أين هو؟ أنا أرى أنه يعني شكوى النبي عليه الصلاة والسلام التي ذكرها الله عنه، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لابد أن تكون شكوى صحيحة، وأن أغلبية الأمة ستهجر القرآن، فلا نكون من الأغلبية، من هذه الأغلبية المسقوط عليها، ويجب أن نكون من الأقلية التي لا تهجر القرآن. ولو طبعا التدبر ليس أيضا هناك معنى غير صحيح، مسألة أن يظنون أن التدبر ما دام أني أحفظ القرآن، أحفظ صورة من القرآن. يا شيخ، مصدر الدين هو القرآن الواحد. الحديث ليس بمصدر على الإطلاق كما ورد في هذه الآية: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. 45:6. أي حديث يا شيخ؟ أي حديث؟ لا كلام الإنسان في دين الله ولو كان نبيا. أكمل الله الدين في القرآن كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. 5:3. فكيف كتاب البخاري في دين الله؟ كيف البخاري في دين الله؟ وقال الله تعالى للنبي: فذكر بالقرآن. 50:45. لذلك لا يمكن للنبي أن يؤتي أي نصيحة عن نفسه غير القرآن. يقول القرآن: بلغ ما أنزل إليك من ربك. 5:67. اسمع: بلغ ما أنزل إليك من ربك. 5:67. في هذه الآية كان النبي يبلغ ما نزل إليه على الفور، ولم يتم حفظ أي علم لبعده. كان تسليم القرآن مسؤولية للنبي، وتفكر مسؤولية لكل مسلم. تفكر مسؤولية لكل مسلم كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. 47:24. اسمع يا شيخ، بسبب الحديث جعل القرآن مشكوكا ومنقوصا كما ورد الحديث في البخاري عن ابن الخطاب قال: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم. آية الرجم، بخاري كتاب المحاربة. بينما هذه الآية غير موجودة في القرآن الحالي، هذه الآية غير موجودة في القرآن الحالي، وأدخلت أقوال البشرية بهذا الطريق. معلوم؟ أدخلت أقوال البشرية بهذا الطريق ورويت إلى النبي زورا. فماذا نظام التأسيس؟ ماذا نظام التأسيس في دين الله؟ هذا هو نظام التأسيس من نزول القرآن إلى يوم القيامة، أن يكون القرآن دستورا، يكون القرآن دستورا ولا تبديل فيه. والمسائل الإدارية والقواعد والقوانين التنظيمية وسيقررها مجلس الشورى. كانت هذه الطريق في زمن النبي أيضا كما قال الله تعالى: شاورهم في الأمر. 3:159. وفي بعده أيضا كما قال الله تعالى: أمرهم شورى بينهم. 42:30. يعني
شؤون المؤمنين يقررها مجلس الشورى Legislative Assembly. لا ضرورة في دين الله أقوال البشر ولو كان نبيا تأمل هذه الآية. قال الله تعالى قل إن زللت فإنما أزل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحى إلي ربي 34:50. يعني أقوال النبي وأفعاله ليست بوحي، وأن أقوال النبي وأفعاله يمكن أن يكون خاطئة. ثم من هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي حتى يزر أقوالهم؟ القرآن لا يعرف أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. من هم؟ في حلقة التالي أخبركم ما معنى طاعة الرسول في القرآن إن شاء الله. والسلام.